أحسن الله إليكم. هذا سؤال في معاملات يسأل عنه هذا السائل ويقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يأتي إلى التاجر ويقول له: هل تشتري مني بضاعة ما بسعر معين؟ وذلك الشخص لا يملك تلك البضاعة، ولكنه يقوم بشرائها من تاجر جملة بسعر أقل من السعر الذي اتفق عليه مع ذلك التاجر. فإذا وافق ذلك التاجر على الشراء، ذهب ذلك الشخص إلى تاجر الجملة واشتراها منه ثم باعها من ذلك التاجر. أما إذا كان هذا في سلع معينة، يعني يقول: أشتري لك السيارة الفلانية أو البيت الفلاني أو الأرض الفلانية، شيء معين وهو لا يملكه، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. كونه يبيع عليه شيئا معينا وهو في ملك غيره ثم يذهب ويشتريه ثم يسلمه لمن تعاقد معه، فهذا محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما إذا باع عليه سلعا غير معينة وإنما هي موصوفة بالذمة تنضبط بالوصف، فهذا يصح بشرط أن يسلم الثمن كله في مجلس العقد، لأن هذا حكمه حكم دين السلم، ولا يصح إلا إذا سلم الجميع الثمن في مجلس العقد، ثم يثبت البديل في ذمة المسلم إليه ويذهب ويعمل على تحصيله، ثم يسلمه لصاحبه في وقت حلوله وفي وقت حلول أجله. أما لو لم يسلم الثمن في مجلس العقد إنه لا يصح، لأنه يصير بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. نعم.